اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. فيلم ويل سميث الجديد جيميناي مان هو فيلم جديد عن موضوع الكلونينج، موضوع عمله عليه افلام كتير اللي هو موضوع الاستنساخ. والفيلم بطولة ويل سميث وماري اليزابيث وكلايف اوين. مخرج الفيلم هو انج لي، هو واخد 2 أوسكار قبل كده، كان في افلام بروك باك ماونتن ولايف اوف باي، وهو كمان اخرج مجموعة افلام تانية ومنها فيلم هالك. هو مخرج ليه تاريخ وليه سمعة جيدة في عالم الاخراج. ليه الفيلم واخد تقييم قليل؟ في البداية بس نتكلم عن ويل سميث، ان هو اصلا افلامه بشكل عام يعني بتتضرب فيها الاراء دايما، بتلاقي المية وبتلاقي الصفر المتين، يعني لازم ياخد ايه، تلاقي فيلم مثلا مكسر الدنيا، يمكن ده في رأي الجمهور، رأي النقاد موضوع تاني خالص. في يعني الكلام ده بدأ من فترة، يعني في اواخر افلامه، الافلام القديمة بتاعته زي مثلا بيرسوت اوف هابينس وكده، لا دي كانت وقت تقييم عالي بتاخد سواء جمهور او سواء نقاد. بس احنا بنتكلم مثلا عن ايه، هنتكلم عن كولاترال بيوتي، وده واخد مثلا هتلاقي التقييمات متفاوتة جدا، من اللي يدي 70 واللي يدي 12 واللي يدي 0. نفس الكلام في الفيلم المثير للجدل اللي كان على نتفليكس اللي هو برايت، فيلم الخيال اللي برضو لاقى يعني ايه تضارب رهيب في الاراء. الناس قالت فيلم فاشل تماما، وناس قالت لا متوسط مش للدرجة دي، وناس قالت لا كفيلم خيالي هو فيلم متميز. فيعني برضو هنعمل ايه، افلام ويل سميث اي حد بيقول رأي فيها عموما يعني مش شرط يكون طالما هو بعيد عن التقييم السائد ان ده رأي غريب، يعني عادي هتلاقي كل الاراء، ممكن تلاقي واحد بيديله 10 من 10 ما عنديش مشكلة معاه. ولكن رأيي في الفيلم ان هو يعني انا هنصفه هديله درجة عادية مثلا ايه 6 من 10. هو فيلم متوسط اكشن عادي، ما فيهوش ابهار في الفكرة ولا في مشاهد الاكشن، يعني مش مثلا مشاهد ميشن امبوسيبل او مفيش ابهار في المشاهد حتى اللي متنفذه في المطاردات بالموتوسيكل او حتى مشاهد ضرب النار، تحس ان الموضوع مكرر ومفيهوش عنصر كده الابهار. بعض المشاهد متصوره في كولومبيا وبعضها في امريكا في سافانا، ويعني الدور ده اتعرض على اكتر من حد، الفيلم اتعرض على ناس كتير منهم، مثلا عندك ميل جيبسون، اتعرض على سيلفستر ستالوني، يعني اتعرض على ناس كتير واترفض، وفي النهاية هو راح لويل سميث. ويل سميث قايم بدور هنري، هو قاتل ولكن تبع الحكومة، وكالة، الوكالة الحكومية هي بتبعته في مهمات معينة، مهمات اغتيال. فهو كان عنده مهمة انه هو يختال واحد اتقاله ان ده ارهابي، وركب قطر سريع بوليت ترين، فالمهمة بتاعته انه هو يضربه في من على مسافة كذا كيلومتر، والقطر ماشي بسرعة جبارة، ويكون في طفله صغيره ماشيه، فطبعا يقول له خلي بالك في طفله مش عارف ايه، ولكن بتتم العمليه بنجاح. ولكن بيعرف بعد كده ان القاتل ده مش ارهابي ولا حاجه، ده الموضوع في مؤامره. وهو اصلا بيكون في البدايه هو خلاص عايز بقى بعد العمليه دي هيعتزل الموضوع خالص ويعتزل العمل مع الوكاله. ماري اليزابيث قايمه بدور داني هي برضو شغاله، تعتبر برضو تبع الوكاله، ولكن كانت ايه اندر كفر كده، ولكن هو عارف ان هي يعني في المكان ده في مكان الصيد ومش عارف ايه، عارف ان هي تبع الوكاله واكتشف الموضوع. وبيجي له خبر من صديقه ان الراجل اللي هو اغتاله ده مش ارهابي ولا حاجه، ده بيكون شخص يعني في مشروع سري تبع الموضوع الكلونينج او الاستنساخ. وكلايف اوين هو اللي ماسك الفرقه او المشروع بتاع الجيميناي اللي هو الموضوع الاستنساخ، فهم كانوا بيختلوا الراجل عشان ايه ده عالم تبع القصه دي وعايزين ايه يداروا على الموضوع، وكان بيتم مطارده ويل سميث وعايزين بقى يخلصوا عليه من انه خلاص اعتزل ومش عارف ايه عشان ما يعرفش السر ده بتاع الاستنساخ. فبعتوا فرقه ان هو يحاولوا يختلوه، وبعدين بعتوا النسخه اللي هي منه ويل سميث تاني على شكل اصغر بيحاول يختاله ويل سميث في مواجهه ويل سميث. وده كان المشهد الجميل في الفيلم اللي هو في الاكشن اللي في البدايه، وضرب بقى بالاسلحه والموتوسيكل ومش عارف ايه، مشهد المطارده ده كان كويس، والمشهد اللي في اخر الفيلم برده كان كويس اللي هو انتوا هتشوفوه بقى، دي المشاهد اللي هي مميزه في الاكشن. ما دون ذلك الفيلم كان الى حد ما مش مثير قوي. بس هي دي الفكره بشكل عام، ان كلايف اوين اللي هو بيدير قسم عمليات معينه بيبعت النسخه اللي معموله مستنسخه من ويل سميث، لانه طبعا محترف قاتل متميز ذو عقليه كويسه في المطاردات، فقال هناخد منه نسخه، والنسخه بقى دي بتكبر وبيطارد الاصل بتاعه.
عشان يحاول يقول لك هو ده اللي هيعرف يقتله طالما هو نفسه. يعني هي داني اللي هي ماري اليزابيث هي في الاول قالت ايه ده شبهك بالظبط ممكن يكون ابنك، ولكن لما حللوا الدي ان ايه عرفوا ان ده مش ابنه ولا حاجه، ده هو اصلا هو نسخه منه مستنسخه. على مستوى الحوار كان في بعض المشاهد الجيده زي مشهد المواجهه ما بين النسخه اللي هي المستنسخه من هنري وكلايف اوين، ده كان مشهد جيد على مستوى الحوار ومشهد اللي هو المصارحه وكده، ومشاهد برضو زي اما كان ويل سميث بيكلم برضو النسخه المستنسخه منه، المشهد ده برضو ما كانوا مواجهين بعض كان جيد عند محطه المترو. دي على مستوى الحوار، ولكن على مستوى التصوير كان متميز طبعا، والاخراج هو مخرج كبير اللي قايم بالفيلم، فهي في عناصر جيده. التمثيل ما كانش يعني على قد الفيلم، يعني ما فيش تمثيل متميز ولا من داني ولا من ويل سميث ولا من حد، ولا كلايف اوين حتى دوره متوسط مش محتاج يعني تمثيل جبار ولا حاجه. وعلى مستوى الفكره هي الفكره مكرره، موضوع الاستنساخ ومشروع الاستنساخ، حتى اتعملت زي ما كنت عملت حلقه قبل كده في الافلام الرومانسيه والواحد زوجته ماتت بيستنسخ زوجته ومش عارف ايه، فالفكره مكرره ومفيش مفاجآت وفي الاحداث في نهايه الفيلم، عشان كده الفيلم يعني مش هقدر اديله مثلا 8 او 7 وياخد 6 وفي ناس تديله 5 كمان. ولو مش هتفاجئ زي ما قلت لكم في افلام ويل سميث لو لقيت حد بيديله 9 ولا حاجه مفيش مشكله، في اراء متضاربه تماما في افلام ويل سميث. فهو كتجربه هو فيلم اكشن عادي مش تجربه ممتعه ولا حاجه، ما فاجئنيش وما شدنيش، وعلى مستوى الاكشن مش جبار، فيعني فيلم متوسط المستوى للي حابب يشوفه. هو طبعا هيكون ممتع سينمائيا اكتر منه على البي سي او كده، واللي عايز يخش سينما ممكن يستمتع، ولكن هو عشان متبقاش متوقع منه حاجه جباره يعني هو متوسط المستوى. ودي كانت الحلقه النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه القادمه. مع السلامه.